هذه الندوة نظمت رغبة من حزب اشتراكي موحد في تنوير الرأي العام الوطني حول كل ما يخص تنظيم المؤتمر الوطني الخامس لحزبنا. ويشرفني باسم المكتب السياسي وكافة مؤسسات الحزب وهيئاته ومناضلاته ومناضليه أن أرحب بالسيدات والسادة الصحفيات والصحفيين الذين شرفونا اليوم ممثلات وممثلين لمختلف المنابر والمواقع الإعلامية، شاكرين للجميع تفاعله مع دعوات الحزب وقضاياه ومواقفه. تنعقد هذه الندوة الصحفية في سياق التحضير الجاري لتنظيم مؤتمرنا الوطني الخامس أيام الجمعة والسبت والأحد 20-21-22 أكتوبر الجاري بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة. وما زلنا إلى حدود اليوم نعمل ونثابر من أجل تدليل الصعاب وتوفير الشروط المساعدة على إنجاح مؤتمرنا ليكون كما نريده محطة سياسية نوعية في مسار حزبنا وفي الحياة السياسية المغربية، ويترجم الشعار الذي نحتناه بالعناية في تفاعل مع هويتنا اليسارية وخطنا الثابت واختياراتنا السياسية، وهو الشعار الذي يؤطر عمل الحزب خلال المرحلة القادمة، ألا وهو نضالنا اليساري من أجل الشعب والوطن والديمقراطية. ومعلوم أن هذا المؤتمر الوطني يأتي في ظرف سياسي خاص جداً، إن على المستوى الدولي أو العربي أو الجهوي أو الإقليمي أو الوطني، ينطبع بأحداث متسارعة ومتغيرات هيكلية هامة تؤثر على أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أذكر من ضمنها أزمة الرأسمالية المالية المهيمنة على العالم، والتي تشرعن العنف والنهب والاستعمار الجديد وتسلب السيادات الوطنية، أزمة التنكر للديمقراطية ومعها للسيادة الشعبية، وأزمة تراجع هيمنة الدولار أمام صعود مجموعة البريكس وتداعيات جائحة كوفيد-19 المستمرة، وتحديات الصحة والحريات والأمن الاستراتيجي وعلى رأسه الأمن الطاقي والغذائي، وحرب الناتو في أوكرانيا والتي تعتبر بمثابة حرب عالمية ثالثة، والتي انتقلت لمنطقة الشرق الأوسط مع حرب الكيان الصهيوني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وتدنيس المقدسات وتهويد القدس. فنتساءل باستمرار ونسائل باستمرار تحليلات حزبنا وموقعه ومواقفه. كل هذه الأحداث تسائلنا ونحن متابعين لها يعني عن كثب. لهذا حرصنا خلال التحضير الأدبي على الاجتهاد في التحليل وبناء القناعات والتصورات وصياغة الأطروحات الملائمة للمرحلة التي نمر منها، وهو ما تعبر عنه الوثائق المعروضة على أنظار المؤتمر من أجل بناء المواطنة الكاملة وضمان العبور إلى الديمقراطية وترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية وصيانة السيادة الوطنية بتقوية الجبهة الشعبية للنضال والانخراط في الحركات الاجتماعية ومختلف الديناميات التي خلقتها داخل المجتمع، وخلق تعبئة واسعة مع تضافر جهود كافة الأطراف ذات المصلحة في التغيير النوعي الهادف إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية الجوهرية المساعدة على ديمقراطة الدولة وديمقراطة المجتمع، والمؤدية إلى فتح آفاق بناء الملكية البرلمانية وتحقيق التنمية بأبعادها الشاملة وإمكانية التوزيع العادل للثروة لضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين في كل جهات الوطن في إطار من التضامن والتكامل. وفي هذا المجال التحضيري بذلت رفيقتنا ورفاقنا قصارى جهدهم من أجل تقديم مشاريع أوراق تعكس وجهات النظر التي تتفاعل في رحم حزب يؤمن بالاختلاف ويصونه ويتيح إمكانية التنافس الديمقراطي بين الأطروحات والبرامج والرؤى الداعمة لخط الحزب وقناعاته من خلال تكريس
الاعتراف بالتيارات التي سيقرها المؤتمر من خلال الاختيار الحر والنزيه. وللوصول إلى هذه المحطة تمت بلورة وثيقتين قبل سحب إحداهما، تعبر كل واحدة عن وجهات نظر أصحابها، وقد مرت مرحلة النقاش داخل الفروع والجهات بأشكال مختلفة وأساليب متنوعة بعد أن تم نشر الوثيقتين بوقت كافٍ مكن الجميع من الاطلاع والتمحيص والتحليل والمناقشة. ونحن على يقين تام من أن مناسبة هذا المؤتمر ستكون فرصة للتداول والنقاش والتقييم والمحاسبة لنستطيع تثبيت المكتسبات الهامة التي راكمها حزبنا بنضالات عضواته وأعضائه في المركز والجهات والفروع، واستخلاص الدروس من تجربتنا وتجاوز الصعوبات التي عرفها المسير بين مؤتمرين، كل ذلك من أجل إعادة بناء المستقبل الذي نتطلع إليه في إرساء وهيكلة حزب قوي وممتد ومبادر في خلق ميزان قوى جديد لصالح التغيير الديمقراطي المنشود، وذلك بالضغط من أجل إحداث قطائع مع الاختيارات اللاديمقراطية التي أوصلتنا إلى الأزمة المركبة التي نعيشها، وتحقيق مصالحة تاريخية مع كل الجهات المهمشة في بلادنا وضمان الحقوق والحريات. حزب منخرط في الحركات الاجتماعية ومدافع بقوة عن مصالح شعبنا وقضايا وطننا من أجل ضمان السيادة الوطنية واستكمال وحدتنا الترابية وتحقيق الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية والمساواة الكاملة. هذا وستنطلق فعاليات هذا المؤتمر بعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عشية يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على الساعة 5 بمركب بوزنيقة بحضور ضيوف الحزب، وبالفعل كلكم مدعوون لهذه الجلسة الافتتاحية. أملنا كبير في أن يكون حضور الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية مكثفا كما كان دوما. شكرا على استماعكم، ونحن مع برفقة أعضاء المكتب السياسي وسكرتارية المجلس الوطني ومنسق التيارات موجودون اليوم معكم في هذه القاعة، ومستعدون للإجابة على كل تساؤلاتكم وأسئلتكم، وشكرا مرة أخرى على حضوركم المكتف لهذه الندوة الصحفية. أولا شكرا على هذا السؤال. احنا في الحزب الاشتراكي الموحد كما تعلمون هذا حزب ديمقراطي وكيشتغل بالمؤسسات ديالو، وعنده قانون اساسي وعنده قانون داخلي، ونحن نحرص على احترام القانون. فالقانون يقول بان الامين العام عنده الحق في ولايتين، وهذا لا يعني ان ولايتين ضروريتين، يمكن يدوز ولايه واحده واذا لم قامش بالعمل اللي كانوا كينتظروا منه الرفاق، ولا ما تبعش الخط ديال الحزب يمكن الاستغناء عليه بعد ولاية واحدة، وربما حتى تنحيه إلى ما قامش بالعمل ديالو خلال الولاية الأولى ديالو. ولهذا أنا جد فخورة بقيادة هذا الحزب العتيد اللي بناه الرفيق المجاهد بن سعيد أيت الدر ومعه تلة من مناضلات ومناضلين المعروفين على الصعيد الوطني بالشرف ديالهم والاستقامة ديالهم. أنا عملوا فيها الثقة لمدة مرحلتين، وهذا شرف كبير ليا. كنتمنى أنني نكون ساهمت بقسط ولو متواضع في استمرار هذا الحزب بخطه الممانع وب الأسس التي بني عليها، واللي اليوم تجسدها مرة أخرى الشعار ديال المؤتمر ديالنا، أننا نناضل. احنا حزب يساري نناضل من أجل الشعب لنصرة هذا الشعب باش يوصل للمواطنة الكاملة ويخرج من الوضع ديال الرعية المستعبد، ومن أجل أنه تعم إمكانية العيش الكريم والتنمية في كل جهات الوطن اللي هي مهمشة. نحن نناضل من أجل وطننا، هذا الوطن اللي اليوم كنأكدوا على أنه لا بد لنا من أن ندافع عنه، مش فقط على الوحدة الترابية ولكن على السيادة الوطنية وعلى استقلال القرار ديال الوطن ديالنا، باش نبقاو حنا أصحاب القرار غدا في كل الاختيارات التي نقوم بها، وندافع عن الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي المدخل لكل بناء ولكل تنمية. لماذا نقول هذا؟ لأننا نرى أن حتى في العالم المتقدم هناك تنكر الديمقراطية. اليوم شفتوا في دول الغرب
تم كل ديمقراطية أن الرؤساء توضع لأنه كان من يدعمها ماليا حتى تصل إلى سدة، وبعد ذلك تخضع للمؤسسات ما فوق وطنية اللي هي تدير العالم. وهنا فين كنلقاو رؤساء ديال الأحزاب اللي هي يعني شريفة في الغرب كتقول بأنه تم ضرب السيادة الشعبية، يعني واخا كاين داك الواجهة الديمقراطية ما كاينش، ولهذا حنا ندافع عن الديمقراطية ونعتبر أن بلادنا لابد لها من أن توضع على السكة ديال الديمقراطية باش يمكن لنا أننا نحلموا تكون عندنا جهوية حقيقية، نحلموا أننا نحافظوا على سيادتنا، نحلموا بأنه غادي نوفروا العيش الكريم. ولهذا هاد الولايتين دازوا بسلام، وانا اول كلمه كنت خديتها في البدايه قلت لهم الله يخرج سيرفيسنا على خير، كنتمناو سيرفيسنا يخرج على خير، يعني رغم الصعاب حنا انطلقنا من قراءه كبيره ديال اليسار في العالم وكذلك قراءه شجاعه ونقديه لتجربتنا باش نحدوا المسؤوليات باش ما نبقاوش في الترددات وما نبقاوش في الفرص الضائعه. ولهذا غدا ان شاء الله هذا الحزب غادي يكون عنده امين عام او امينه عامه، المؤتمر سيد نفسه هو الذي سيختار. حنا دابا تكلفنا بإعداد الأوراق ديالنا والنقاش ديالها ووصلنا لهذه المحطة ديال المؤتمر يعني بهدوء رغم بعض الصعاب اللي يمكن البعض كيدخن منها، ولهذا راه غادي تعرفوا في إبانيه حنا المؤتمر ينتخب مجلس وطني و15 يوم من بعد هذاك المجلس الوطني يلتئم باش كيشوف شكون هو الأمين العام وشكون هما الأعضاء والعضوات ديال المكتب السياسي، واللي غادي نحرصوا يكونوا نساء ويكونوا شباب. الشق الثاني من العام طرحتي مساله بخصوص واش كيتخسر من التيار. نعم حنا حزب يعني عملنا قمنا يعني بالتقنين ديال المساله ديال التيارات اللي باش نفتحوا مجال اوسع، ماشي غير ديمقراطيه محصوره، لا ديمقراطيه مفتوحه لكل الاراء، يعني تيارات بغيناها تزيد تطور باش تولي تيارات فكريه تساهم في تطوير يعني المشروع ديال الحزب. وهكذا يعني احنا مرينا من بعد يعني الفترات اللي كانت عندنا سبعه الارضيات كتقدم للمؤتمر باش تعرفوا بانه هذا في اخر المطاف كتلقى واحد التيار كيسحب الارضيه ديالو لانه كيلقى نفسه في ارضيه اخرى، هذا الشيء من اجل تفادي الانشقاقات. انتم عرفتوا المرحله اللي مر منها اليسار يعني سنوات الجمر والرصاص وصل البلقنه ديالو، حنايا باش ما نزيدوش في هذه البلقنه شرعنا للتيارات، ولكن هذه المساله التيارات مازال خصها واحد الاجتهاد باش يمكن لها توقف على رجليها. بالفعل تيارات بالمنظور الدولي راه الا كانوا مثلا جوج تيارات اللي حصل على 51% وهو اللي كيدير القيادات هو اللي كيتحمل المسؤوليه لهذيك الفتره. حنا اليوم راه حنا عندنا غير ارضيه وحده يعني تيار واحد، والتيار الاخر راه يعني اعلن عن تشبثه بالحزب ونحن ايضا متشبثون به. وحتى هذا الشيء اللي وقع اليوم يعني من سحب الارضيه بحال اللي كانوا البعض الرفاق واحد الوقت سحبوا حتى التوقيع ديالهم من واحد الارضيه اللي كانت وحيده، غادي تنظر فيه اللجنه ديال التحكيم. حنا عندنا مؤسسات ديالنا ديال الحزب واللي هي اليوم كتشتغل، وهذه لجنه التحكيم بالنظر لما وقع هذه ثلاثه ايام ضافت ليها حتى قيادات حزبيه باش تنظر في هذا الشيء باش يمكن لنا نحلوا هذا المشكل بما يلزم من الحكمه ومن التبصر باش نحافظوا على الوحده ديال الحزب ديالنا. شكرا على هذا السؤال الوجيه. في الحقيقه حنا كان خاصنا نعقدوا ندوه صحفيه مباشره بعد ما وقع من انشقاق داخل حزبنا لكي نوضح للجميع، وربما بعض الاسئله ما كانت ما بقاش تطرح علينا اليوم. اللي خصنا نعرفوا وانتم تعرفوا جميعا انه اليسار هذا فكر كوني، هذا الفكر الكوني عرف تراجع ماشي الاشتراكيه اللي فشلت ولكن التطبيق ديالها ملي وصلت للحزب الوحيد الى ما غير ذلك، ولكن الضربه القاضيه جات في يعني نهايه الثمانينات مع انهيار جدار برلين. يعني كتعرفوا كيفاش انه كانت هناك قطبية يعني القطب يعني الشيوعي والقطب الإمبريالي الليبرالي، وكان نوع من التوازن يعني في العالم. من بعد غادي نفهموا كيفاش هذا القطب الإمبريالي غادي يستخدم حتى التيارات الإسلامية، راه خرجت كتب عديدة باش يجيش هذه التيارات الإسلامية اللي كتخدم على الإسلام السياسي من أجل إطاحة الاتحاد السوفيتي آنذاك. من بعد إذا من بعد 89 غادي يتراجع اليسار، تراجع اليسار في العالم وتراجع ايضا في المغرب، وبدات توجه اليه ضربات قاضيه يعني كبيره. اليسار في العالم اللي لقى راسه موجود داخل الديمقراطيات ودخل في تيه، اسس للديمقراطيه الاجتماعيه لم تنجح، ثم انتقل الى الليبراليه الاجتماعيه لم تنجح، وتحلل واستسلم امام النيوليبراليه المتغطرسه اللي هي عالم يحكمه المركب المالي بالخصوص والعسكري، هذا الشيء واليوم نضيفوا عليه حتى الرقمي الذي يتحكم في دواليب الحياه. حنا كيسار عانينا
من سنوات الجمر والرصاص، اليوم في المغرب يتعايش، وحتى في الدول كلها يتعايش يسارات ويمينات. يعني كاين ماشي يسار واحد ويمين واحد. حنا في المغرب اليسار المغربي كاين اللي اختار يدخل مع النظام، كيقول لك بان الخطر على المغرب هو الاسلاميه. كاين اللي كيسمي راسو يسار وحاول ان يتحالف نوعا ما مع الاسلاميين، كيقول لك الخطر هو النظام اللي خصو يتغير. كاين يسار دخل الحكومه واستسلم امام الواقع ديال السلطه التنفيذيه المهيمنه على كل شيء، لاننا يعني لا نتوفر على الدستور الديمقراطي ولا على فصل السلطات ولا على امكانيه المحاسبه. وبقي يسار خارج الحكومه، هذاك اليسار حنا ضمنه، هذا اليسار الجديد. كنا نحلم باننا نكون نحن المبادرون في توحيد اليسار، لان حلم وحده اليسار هذا حلم كل يساريين في العالم، لاننا نؤمن بان كنقولوا بان الوحده تنتج القوه، ولكن نسينا بان القوه هي التي تنتج الوحده ايضا، لانه يجب ان تكون انت قوي وانا قويه والاخر قوي، ولهذا وحدتنا ستكون قويه. اما اذا كنا كاملين ضعاف الوحده ديالنا حتى هي غادي تكون ضعيفه. مع كل اسف دوزنا واحد المده ديال 20 سنه والحزب الاشتراكي الموحد يحاول تجميع قوى اليسار. بدينا في الاول في بدايه 2000 يعني جمعنا اربعه المكونات ودرنا اليسار الاشتراكي الموحد. من بعد 2005 درنا يعني حزب الاشتراكي الموحد مع ملي جات الجمعيات الوفاء، مع الاولين كانوا راديكاليين وحدين اخرين جاو عندنا، ولكن هاد اللمه هادي كانت بثقافات مختلفه، هي كلهم يسار. حنا مثلا كنا في منظمه العمل الديمقراطي الشعبي، عندنا القطاع ديال الجامعيين، عندنا الجريده ديالنا، عندنا القطاع ديال الاساتذه، عندنا القطاع النسائي تيدكدك الدنيا، عندنا مجموعات اخرى اتت ما عندهاش ربما كل هذا. فعوض ان نبني على ما هو موجود بدينا نكسر ما كان موجود. مثلا نحيدوا الجريده في انتظار نديروا شي جريده عمرها ما كانت مثلا. اذا حنايا كاينه خيبه امل رغم انه الهدف هو توحيد اليسار. اليوم باش ما نطولش عليكم لان هادشي العالم كله يؤمن بوحده الصف، ماشي ضروري الانصهار، انك تسكن معايا في داري ونعطيك انا الصالون فين تسكن وكذا، لا ما يمكنش. كل واحد خصو يكون عنده دارو ويبنيها، عندما اقول دارو المقرات ديالو يكون من خارج في الجمعيات، يكون عنده حتى هو واحد الرصيد قوي، باش رصيدك على رصيدي كنعملوا شي حاجه اللي هي وازنه. لان الغرض ما هو؟ نحن لسنا هنا لتعتيت يعني المشهد السياسي، نحن نريد خلق قوه ضاغطه توصل الكتله الحرجه القادره على الضغط باتجاه الاصلاحات اللي خاصها لبلادنا والتي لم تعد قابله للتاجيل. اصلاحات دستوريه سياسيه، فصل ديال السلطات، ربط المسؤوليه بالمحاسبه، محاربه الفساد والريع، واننا نبنيو اقتصاد مزدوج، واننا نحاربوا كل هاد المظاهر ديال هاد الازمه المركبه. اليوم حنا لقينا الحل، الوثيقه ديالنا اجتهدت بزاف ولقات بانه غدا شنو خصنا نعملوا وشنو هي المستعجل بالنسبه لبلادنا. انا قلت خاص السياده الوطنيه ندافعوا عليها والوحده الترابيه ندافعوا عليها وندافعوا على السياده الشعبيه، يعني خصنا نبنيو الديمقراطيه، خصنا نضغطوا على الدوله ديالتنا باش توفر لنا امكانيه خلق شروط ديال يعني تعاقد اجتماعي جديد، لان الناس فقدت الثقه، الشباب ما بقاش كيدخل السياسه. اذا باش نبنيو الثقه خصنا تعاقد جديد ما بين الدوله والمجتمع، خصنا مصالحه تاريخيه مع الريف، مع كل جهات مهمشه في الوطن. اليوم شفتوا ما جرى في زلزال ديال الحوز والضحايا اللي احنا كنترحموا عليهم واللي تالمنا واللي سقطت يعني الدور ديالهم على رؤوسهم، راه كاين جهات اخرى من الوطن تعيش نفس الفقر ونفس التهميش. احنا بغينا نوصلوا المجتمع ديال العلم والمعرفه والعداله الاجتماعيه والمناطقيه، حنا بغينا ان المغاربه يوصلوا للمواطنه، بغينا العيش الكريم. هذا الشيء كله كيفاش غادي نحققوه؟ كيفاش غادي نحققوه؟ لقينا وسيله اللي هي اتبعت في بعض الدول، امريكا اللاتينيه اللي دارت ثورات مواطنه، في اوروبا ايضا. خصنا واحد الجبهه مراصه للنضال، حول ماذا؟ اليوم الذي يميز العالم خصكم انتم تعرفوه كصحفيين هو الحركات الاجتماعيه، لان حنا كنا كنخرجوا كيسار، القيادات اليساريه ندافع مثلا عن المدرسة العمومية المجانية ديالها والجودة ديالها، كنلقاو راسنا 20 30 50 في الشارع. أما اليوم اللي كتهبط التنسيقية ديال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كيهبطوا بالآلاف، اليوم اللي هبط الحراك ديال جرادة هبط بالآلاف، الحراك ديال الريف هبط بالآلاف، مسيرة العطاش هبطت بالآلاف، يعني هذا الشيء كله كيبين بأنه اليسار اليوم يجب أن يلتف وأن ينخرط في هذه الحركات الاجتماعية باش نشكلوا هذيك القوة الضاغطة ونديروا ميزان قوى جديد لصالح التغيير، لان ما عندكش ميزان قوى راه ما كاينش، راه المسيره اللي كانت في الرباط تم الاعلان عن
يعني الغائها. ولما هبطت الحشود وصلنا لمليون صافي، ما لانك بالضغط ديالك هبطتي، ما بقاش المنع ديال المسيره. ودارت هذه المسيره التي بالمناسبه نحيي الشعب المغربي قاطبه اللي جا من كل جهات ونجح هذه المسيره لدعم اخواننا في غزه وللاستنكار ضد هذا المشروع الصهيوني المتطرف. اذا حنا الوحده ما غلطناش. ولا بغينا نحكيوكم القصه كيف دازت، اننا صبرنا كثيرا لان كنا غادي تحنا بحسن نيه مع واحد العدد الناس غاديين بحسن نيه، ولكن نسينا المشروع وبدانا نفكر فقط في الجمع. في الجمع عندما جمعنا الناس ولينا القبائل، ديروا صاحبي معكم، ديروا صاحبتي معكم، ديروا الاخر، ديروا هذا. حنا ما بقاش المكتب السياسي، حنا كنا ملي كنا شباب وفي المكتب السياسي ما كنحطوش القلم. كاين بن سعيد وكاين ياسين وكاين بوعزيز وكاين كل مره 20 فكره كنقيدوها. حنا ولينا دابا غير كنضربوا، هادو مع فلان، هذا مع فلان. انا هذه المده اللي مريت منها يعني كان النجاح بعدها هو الحفاظ على الحزب، لان كنا اكثر من مره قابلين للانفجار، لانه ما بقاتش الكفاءه كبيره، ما بقاتش الاخوه الانسانيه التي تجمع اليسار مع ذاته ومع الشعب، ما بقاش هادشي. ولهذا وصلنا لواحد المحطه حتى ما بقيناش قادرين نصبروا، ما بقيناش قادرين نصبروا، شفنا راسنا غادي نمشيو للحيط، واننا لن نقدم مشروعا في المستوى للشعب المغربي. يعني يمكن ليناش نكذبوا على راسنا، ما نكذبوش على الشعب المغربي. ولهذا قلنا الله يخليكم، حنا غادي نديروا نقطه نضال، نحبسوا هادشي باش نشوفوا فين غادي. ثم الفيدراليه لم ننسحب منها، حنا مشينا وتكلمنا مع الامناء العامون بعد ما عطيناهم مهله 15 يوم، قلنا الله يخليكم حنا ما ندخلوش جميع غير في الانتخابات المهنيه اللي ما كناش كنراهنوا عليها، خليو لنا واحد الشهر نحلوا المشاكل. نحلوا المشاكل، اش هي المشاكل؟ ماشي ديال العقليات، لا، حنا من داخل الحزب شراكي موحد، مجموعه دارت رسائل ودارت تكتل وضربات القانون. حنا بالنسبه لنا القانون مقدس، حنا باغيين دوله الحق والقانون، اذا انت داخلنا باغي القانون. هاد الناس ضربوا القانون، جمعوا الناس في فاس مكناس في الدار البيضاء الرباط وقال لهم صافي ديروا انقلاب على الامينه العامه، ديروا اللي بغيتوا، نقلبوا على فروع اللي كانت هي الفروع اللي كتشتغل. مع كل الاسف خدموا بشي وليدات صغار اللي ما عرفوش الامور، عوض ان يؤطرهم باش يوليو قياده مستقبليه، جابوهم رعايه ديالهم لهاد الشيوخ هادو اللي هدموا هاد الامكانيه. اذا اللي وقع هاد الناس ما بغاوش يحترموا القانون. ومن مشينا للقياده ديال الفيدراليه قلنا لهم عاونونا باش نرجعوا للقانون، قالك حنا ما قديناش عليهم. ما قديتوش عليهم، سحبنا حنا التوقيع من الانتخابات المهنيه في انتظار اننا نحلوا المشاكل وندخلوا انتخابات تشريعيه والمحليه والجهويه موحدين. فلقيناهم مشاو وقالك الله يعاونكم وداك الشيء كله، وبداو كيروجوا باننا حنا اللي خرجنا للفيدراليه. حنا ما خرجناش، هما اللي خرجونا، كانوا يظنون انهم ربما، وحنا كنا كنتمناو لهم النجاح. مزيان مشيتوا توحدتوا درتوا المؤتمر، الله يعاونكم. حنا ماشي حنا ما كنغلطوش في التناقضات وما كنخطئوش بالخصوص في العدو، حنا ماشي الاعداء ديالنا، هادو رفاقنا اختلفنا. ولكن واحد الوقت راه هاد الضغوطات ديال هاد النظام التفاهه وديال هاد العولمه المتغطرسه وتجميد الاجور وهاد الانتكاسات تلو الانتكاسات في البلاد ديالنا وهاد الانفتاح غير معقل عند البلاد وهاد الصهيانه، هادشي كله جعل واحد التدمر في العقول ديال عباد الله، عوض ان نفكر في المشروع ولا شويه ديال التيهان وشويه ديال التردد. ولهذا حنا فضلنا اننا نرجعوا واحد الخطوه للوراء كي يمكن ان نتقدم مع الجميع، كل الشرفاء في هذا الوطن اللي عندهم مصلحه في التغيير الديمقراطي، وحنا قلناها وكتبناها، حنا معاهم. ولكن اليوم التفاف وحول الحركات الاجتماعيه، واليوم من هذا المنبر نطالب باطلاق سراح القياده ديال الريف الزفزافي ومن معاه، ونطالب باطلاق الصحفيين عمر راضي ومن معاه، واطلاق المدونين وبركه من متابعه المناضلين. حنا مناضلين كيقيلوا يجيهم الوراق، على سير البوليس يسمعوا لك اش كيديروا، واقفين من اجل المدرسه، واقفين من اجل الصحه، واقفين ضد التلوث، واقفين من اجل ارض الفلاح، واقفين من اجل حقوق العمال. علاش هذا الشيء هذا؟ اذا هذا الشيء ما تيتغير. حتى البارح دابا راه تتشوفوا نقابه بغات تاسس ديال الربابينه، جاو لهنايا عندنا المقر وهضرنا معاهم. احسن الربابينه راه تما دايرين المونداغينا بحال كليه الطب، ذاك الكبير كيسحق فيك ما دير لا هذا، مشاو باش ياسسوا نقابه وقف لهم البوليس ومنعوهم. هذه بلاد هذه، اذا خصكم تنتبهوا انتم تشوفوا شنو كيجرى. ولهذا حنا بغينا نرجعوا باش ما ندخلوش في هذه المعمعه، حنا بغينا نبقاو مستقلين ومتبصرين، وهذا الشيء اللي درناه وحنا خدامين. ولكن حنا باغيين نجمعوا، باغيين نبنيو، باغيين نلتفوا على الحركات. حنا راه حنا بوحدنا اللي مشينا للحسيمه ودرنا مكتب سياسي تما ودرنا نداء ديال الحسيمه واجتمعنا مع العائلات ومشينا للمحاكم تبعنا الامور. اليوم في الزلزال مشينا وبلا منا كيف كنقولوا، مشينا وقفنا على ما يلزم، ورفاقنا ورفيقاتنا من جيابهم داروا القافلات. يعني حنا راه حنا فوق
قلب هذا الشعب. وقفنا مع الأساتذة، مع الممرضين، مع الأطباء، وقفنا في كل حاجة اللي فيها مشاكل كتلقانا احنا واقفين. وفي البرلمان على ضعفنا واحد، كنحاولوا تحنا اننا نوصلوا صوت هذا الشعب للبرلمان وندافع، يعني باش غدا تكون عندنا مؤسسات قويه اللي ما كايناش اليوم. انا كنقول لكم يعني بصراحه، وغدا يكونوا مجالس حتى رفاقنا واحد 130 ديال المستشارين، يعني كمستشارين محليين شوفوا لي فيديو اللي كيديروا لي بودكاست، راه هما الضمير ديال هذا الشعب داخل هذه المجالس. يعني العمل اللي كيقوموا به عمل جبار على صحتهم، على وليداتهم، لانهم منخرطون من اجل تقدم الوطن. هذا هو اللي عندنا حنايا خدامين به. بالعكس حنا ما كنضربوا حد، ولكن اللي ضرب القانون كنوقفوا له. واخا يكون حدانا كان جالس كنقولوا انت مع اللي كيضرب القانون، وسير شوف شي بلاد اخرى. حنا ما يمكنش. اولا كيفاش حنايا كنظنوا باننا يمكن لينا نحافظوا على الوحده ديال الحزب وعلى شي وحده مقبله لا كانت ولا شي حاجه؟ جواب واحد واوحد، برابطه القانون. حنا داكشي ديال الخواطر وداكشي ديال الصحبه، حنا ما خدامش معنا، لان هذا فيروسات تنخر الجسم من الداخل. حنا الرابطه ديال القانون. وبالمناسبه هاد المؤتمر ديالنا، حنا بغينا مؤتمر سياسي فكري في واحد عدد افكار جديده غادي نتناقشوها، ثم نامل ان يكون مؤتمرا لنهضه يعني تنظيميه، وكذلك هناك مشروع ل يعني تعديل القوانين ديالنا تكون اكثر صرامه. شحال من مره مثلا واحد المره جاتنا 5000 ديال الشباب مورا انتخابات ديال 2016، لاننا درنا حمله ممتازه في المغرب كله، ورفاقنا ورفيقاتنا فين ما كانوا داروا حمله، رجعت ربما شيئا من الثقه للناس. قالوا لا كانت السياسه بحال هكا حتى حنا ربما نرجع. ولكن شنو اللي وقع لنا؟ انه في ديك 5000 ما يمكنش تجيك 5000 ديال الملائكه، 5000 ديال الشباب متعلم وتطوير واللي خدام اللي عنده الدكتوراه، ولكن جاونا واحد وحدين ما عارفين حتى اليسار شكون هو، وخلقوا لنا بلبله كبيره داخل الحزب. وحنا بما انه شباب قلنا نسمحوا للشباب، لان الشباب كيمكن له يغلط وراه مازال غيتكون داك الشيء، ساعه ما بغى لا يتكون ما بغاش ينضبط. وحنا واحد الحزب اللي خصو يكون فيه التزام نضالي والمالي وكل شيء. كل واحد فينا ماشي اش غيعطيني الحزب، اش غتعطيني انت الحزب، لان الحزب بغي يعطي البلاد. ولهذا حنا الرابطه ديال القانون هي باش كنحافظوا على هذا الشيء، وغدا غنكونوا اكثر صرامه. شحال من واحد سامحنا ليه تكرفص علينا وسمحنا ليه باش يبقى، ما يبقاش معنا الا كان ضدنا وكيخربنا، ما غاديش يبقى معنا. وهذا الشيء راه متفقين عليه الجميع. ثانيا غزه، يعني ما وقع في غزه يسائلنا، ولا احد عنده اليوم الحقيقه المطلقه. اللي كاين هو انه الناس اللي كتبكي على ما جرى في 7 أكتوبر، بالفعل ما كاين حتى شي حاجه كتبرر انه يتقتلوا اطفال او نساء في العالم. ولكن انت تعرفوا انتم اللي كيقرا شويه كيطلع على التاريخ ديال البشريه، راه الانسان اكبر عدو للانسان، راه ماتت الناس في الحروب بالملايين، وبعض المرات ما تنفهموش حتى الداعي لهذه الحروب التي كان بالامكان تفاديها. احنا بالمناسبه كحدث لكم احد ضد الحرب. اذا الذين يتساءلون عما جرى في 7 أكتوبر، لماذا لم يطرحوا على انفسهم السؤال ماذا جرى قبل 7 أكتوبر؟ من تقتيل، من تهجير، من اسر، من تقتيل الاطفال. حنا شفناهم كياخذوا الفلسطيني كيهرسوا لهم العظام ديالهم وهم حيين هكا، شفنا الصهاينه المستوطنين يدخلون للبيوت ويخرجون الامهات والاطفال، كتقول له عرفتي هذه داري ودار جدودي، كيقول لها ماشي سوقي انا داخل تما. اين كان المنتظم الدولي؟ اين كانت هذه الضمائر الحيه لما يقارب 75 سنه من التنكيل ومن الظلم والعدوان؟ لماذا لم تحل القضيه الفلسطينيه بشكل عادل؟ لماذا تم الالتفاف عليها في اوسلو 30 سنه اليوم بعد اوسلو؟ تم تحييد القياده ديال الفلسطينيه، جالسه ولات هي كتحمي الاحتلال، وخلاو المقاتلين في غزه وكيقول لك ارهابيين. بالمناسبه دائما كيكون شي شعب كيدافع، حتى حنا الحركه الوطنيه كانوا كتسمينا فرنسا ارهابيين ملي كنا بغينا نخرجوها. هذا الشيء خصكم تعرفوه. اذا وماذا وقع بعد 7 أكتوبر؟ ماذا وقع من هجمه شرسه للكيان الصهيوني مدعم بالغرب، مدعم بالبارجات الامريكيه؟ ما في الغادين بالسلامه والعافيه. اذا انا بالنسبه لي ما وقع في غزه مجزره، ولكن من ورائها يمكن تسالوا، لانه دايرين هما واحد يعني الحاجز واللي هو مراقب بالرادار والكاميرا، وما تيبعد من غزه الا ب 45 دقيقه. الناس كلها تسالت واش هذاك الشيء كله دخل وما ما انتبهوش. انا كنقول ممكن
ممكن انهم كانوا سمحوا لهم وقدموا هذوك ديالهم قربانا من اجل اباحه اجتياح واباده الشعب الفلسطيني. ممكن كنقول ممكن والتاريخ سيبين. غير هو حنايا كيف قال يعني وقالوا بعض المفكرين انه المتتبعين الجيوستراتيجيه الدوليه راه ملي كتوقع شي حاجه اليوم خطط لها قبل 50 سنه. حنايا يلا كنشوفوا الان عاد كنشوفوا الان لا هذا الشيء راه مخطط له. ولهذا اليوم خصنا نطالبوا انه كل الدول العربيه والمغاربيه والامه المسلمه ان تهب لنصره الفلسطينيين والدفاع عن مقدساتها. ما خصناش نسمحوا بانه يتم تهجير ساكنات غزه ويدفعوهم لسيناء. هنا كنحييو مصر اللي منعات هذه المساله. هما هذا الشيء اللي باغيين يهجروهم يصيفطوهم قالوا لمصر غادي نخلصوا عليك الديون ديالك وصافي. انا كنقول ماشي صافي، راه الفئات القليله هي اللي كتهزم الفئات الكثيره. ولهذا حنا مؤمنون بعداله قضيتنا ومؤمنون بان حتى هذه النهضه اللي كتعرفها افريقيا من التحرر غادي نتقاسوا بها ايجابا وغادي تسمح لنا غدا ندافعوا على سيادتنا الوطنيه وحداتنا الترابيه وخيراتنا ونبنيو تحنا الديمقراطيه ونهزوا رؤوسنا. لان اليوم حنا كامه عربيه ومغاربيه واسلاميه مدلولين. علاش؟ تحت الضغط ديال المديونيه، تحت الضغط ديال الدرون، تحت الضغط ديال لي ساتيليت، تحت الضغط ديال التقدم التكنولوجي ديالهم الرقمي. وحنا غير كنتفرجوا بعدما حملنا الانوار الى اوروبا في القرن الثاني عشر من تما حنا ضربينا بالعصا. فليساتنا ديال البترول والغاز كنحطوهم عند الغرب، الا مشينا تتحركنا ياخذوهم لينا، لان دابا هذا الغطرسه ديال هذا الراسمال المالي راه تعدات الحدود. ولكن الايجابي فيها انها بينت لنا بانه هذه الجيوستراتيجيه تمارس بدون اخلاق. حنا خصنا نوضوا نجمعوا راسنا، راه ما كاينش اللي غادي يدافع علينا وعلى مصالحنا وعلى مصلحتنا حتى بناء المغرب الكبير غدا بغينا نبنيو الا انفسنا. وهنا فين خصنا نفهموا. ثالثا المدونه، مدونه الاسره. انا اعتز وانا كنتواجد في مقر ديال حزب الشراكي الموحد يعني ان من هنا اتحاد العمل النسائي رفيقات عائشه خمليش وعائشه الخماس ولطيفه الجبابدي وغيرهن وحريه الحوات شريف الحوات الله يرحمها وكلهم كانوا هنايا وفي الوقت ديال سنوات الجمر والرصاص مع جمعيات ديال المجتمع المدني جمعيه الديمقراطيه نساء المغرب وغيرهم انهم داروا جمعوا مليون توقيع باش تغير المدونه ديال 1957. والشي ما كانش ساهل ديك الساعه ما كانش حتى شي واحد كيقد يحرك الشفتات ديالو وداروا الجريده ديال 8 مارس. هادشي علاش هذا الحزب عنده امراه على راسه وكانت ممكنه في مجتمع باتريكي متخلف اللي خصو باقي خصو يقرا وخصو يفهم الى ما غير ذلك. اذا بفضل هذاك النضالات جانا التعديل ديال 2004 رغم انه استغل. وهنا انا كنت درت واحد الندوه على هذه المساله حيث انه ملي ظهرت لنا كانت النسوانيه الليبراليه والتقدميه هي اللي كتطالب بالحقوق. شويه ملي طلعوا التيارات الاسلامويه التي شجعتها امريكا الامبرياليه من اجل ضرب الاتحاد السوفيتي تقووا علينا العضلات وبداو تاهما كيقول لك النسوانيه الاسلامويه. ما فهمناش حنا هذه النسوانيه الاسلامويه كي دايره. فجا النظام في الوسط وقال لك حزوا شويه من هنا ومن هنا بجوجكم، لا النسوانيه التقدميه ولا النسوانيه الاسلامويه، وقال لك انا هو النسوانيه الاسلاميه. تما دارت اللجنه وغادي يخرج قانون الاسره ديال 2004. كيف ما كان هذاك قانون الاسره ديال 2004 جاب تقدم ما يمكنش. حنا اللي قبطناها كنقولوا الحمد لله، واخا ماشي هي الكل اللي بغينا، يعني الاسره تحت الرعايه ديال الاب والام، واخا ما عطاوهاش هي هذاك ليفري دو فامي. بغات طلقت المراه كتبقى تجري ما عندهاش كاع ذاك الكتاب، بغات تنقل غير ولدها من المدرسه خاصها ما هي وما لونها ما كعيش كما كان الحال. اعتبرنا فيها وهذا ايجابي جديد انه البنت والولد يعتبرون اطفالا حتى 18 سنه باش يمكن لهم يقرا ويتعلموا تكون عندهم كفاءات. هذاك هو النجاح ديال الاسره، ماشي نجوجوهم بكري ما عارفين والو. ولكن مع كل الاسف شفنا تحايل لا من هذوك اللي كاينوا كيتسموا تقدميين في البرلمان، مشاو كيتشاوروا مع المجلس الوطني لحقوق الانسان ما نهبطوش 16 عام، والاسلاميين اللي كانوا كثار في سميتو مشاو تاهما مع المجلس العلمي ما نهبطوش حتى حنا 16. ولقينا شنو لقينا؟ انه زواج القصيرات اللي كان تم التقنين ديالو انتقل لنا من 7% ل 12%. لقينا التعدد هذا مول ببوش لا باع غير جوج زايف ديال ببوش كيقول لك بغيت المره الثانيه انا دخلت هادشي اللي كاين. اذا حنايا تكرفصنا على المراه المغربيه، والحاجه اللي نسيناها ما كوناش القضاة على هذه العقليه ديال الجديده. القضاة راهم تماما من هذا المجتمع بطريكي، كيجي الراجل عنده شحال ديال الامور وكذا هذا تقول له وياك تقول هذا الشيء الاملاك عندك دير لك منهم. لا ما كينساو بان الاطفال هما اللي غادي يعني بعض المرات كيكون الطفل في المدرسه كيخلص خاصه تخرجوا من المدرسه وتشوف فين غديروا الظلم والعدوان والحقد. حنا لا خصنا المجتمع يكون. اذا اليوم انا الاول بعد 20 سنه من 2004 تقريبا انه نوقفوا على الاختلالات اللي كاينه. المشكله في الدول البتريكيه
غير كنقولوا غادي نفتحوا الملف ديال المدونه وكيطرحوا عندنا جوج الاسئله. عافاك استاذه التعدد وعافاك استاذه الارث. اسيادنا حنا راه كنتكلموا على النهضه بالقضيه النسائيه كقضيه مجتمعيه من اجل بناء الديمقراطيه في البلاد. راه المراه اليوم 27% ديال العائلات القفه الواحده اللي كتدخل البيت كتجيبها المراه، الراجل ما لقاش فين يخدم لان كاينه ازمه ديال العطاله كبيره في المدن في القرى. راه المراه قامت باعمال اللي هي كبيره سواء كانت في الجبل ولا في القريه ولا في الضواحي ولا في المدينه. علاش البنات كيجيو من الاول في القسم وما كاينينش في المؤسسات، ما كاينينش مراكز القرار؟ اذا انا الاول نتكلموا كشعب متحضر، حنا راه جينا في واحد الكروازما ومشينا للاندلس وجينا وجينا من الهي وكذا، احنا خصنا نكونوا حنا اللي كننوروا هذه الامه ديالنا، ماشي نكونوا حنا متخلفين. اول حاجه كنهضروا كيفاش هذيك المراه نضغط عليها، حيت هي عندها الدكتوراه وقرات وانا ما قاريش، انا هو مول النفقه. حتى هذا الشيء ديال الانت راه فسروه بعض العلماء كيقولوا راه مشروط بالنفقه. الا غادي نعطي للذكر مثل حظ الانثيين كما جاء في القران، والنساء التقدميات عمرهم ما كانوا ضد القران ولا الشريعه، كيقولوا حنا بغينا المقاصد، حنا بغينا الانصاف، هذا دينه ديال العدل، بغينا العدل، عطوه لنا. راه ملي كيعطيو الولد جوج ديال القسمات والبنت قسمه مشروط بالنفقه ديال الاخ على اخته، اليوم ما كاين شي اخ كينفق على الاخت ديالو. اذا هذا الشيء كله حنا بغينا العلماء ديالنا المتنورين، بغينا الاساتذه، بغينا المجتمع يناقش بهدوء ويكون الهدف ديالو نخرجوا كلنا من العبوديه. ماشي دابا الرجل ضد المراه، راه دابا هذه معركه ديالنا جميعا، معركه ديال الاسره المغربيه. وانتم كتعرفوا اخر تقرير اللي كيتكلم على شنو هي القيم اللي كيبغاوها المغاربه وباقي متشبتين بها، الاسره. وهذا عندنا الزهر لان دوك ال جي بي تي ولا شنو هما اللي جايين دابا راه خصنا يوريونا اش غادي نديروا. هذا الاسره والدين، والدين بالمناسبه ما يسمى بالمبادئ والقيم الكونيه راه جاي من الدين. يعني وحنا كنامنوا بحريه المعتقد لان ما يمكنش تعبد الله بالنفاق وبالكذوب، هذه هي اللي كاينه. اذا حنا اليوم هذا مناسبه، حنا كحزب عندنا قطاع نسائي على راسه رفيقه سميره بوحيه ورفيقات كثار، استاذات ومهندسات وربات بيوت كاينين وموجدين الورقه. هذه الورقه حتى حنا غادي نترافعوا عليها، حتى حنا غادي نهضروا عليها باش يمكن لنا نخطو خطوه باتجاه ان يكون عندنا قانون اسره ديمقراطي، وتكون عندنا اننا نصفوا المراه المغربيه، واننا نديروا المناصفه 50-50 كطريق للمساواه. ما كاينش المساواه في السماء، ما كايناش، خاصنا نديروا لها الطريق. وثانيا حتى الدول المتقدمه هي دارت ادوات باش يمكن، راه ملي شفنا النساء على الاقل، انا دابا النساء في البرلمان نقدر نقولها لكم كيتفاجئوا من البرلمان هكاك داير، الرجال ما كيتفاجئوش، هما كيتفاجئوا وخا في احزاب. هذا كيقول لك الاستاذه حنا راه عجبنا ذاك المداخله اللي درتي وراه قلنا لهم ديروا بحال هكا، قال لك لا لا حنا ما نديروش. اذا يمكن النساء غادي يكون فيهم الخير. اخر مساله هذا الشيء ديال السجن، وفي الحقيقه هذه العقوبات الحبسيه حنا كنتكلموا على المحاكمه بعد العادله. واحد الكتاب قيم كتبه الاستاذ الجليل سعد عبد الرحيم الجامعي، سي عبد الرحيم الجامعي، وانا حضرت له تقديم الكتاب ديالو، المحاكمه العادله. خصنا استقلال ونزاهه القضاء، خصنا اننا نوفروا الشروط ديال التعلم وديال التكوين وديال الشغل للشباب. راه خصنا نبداو نخدموا في الاول باش ما يكونش عندنا سجناء اكثر، خصنا نحاربوا هذه الظاهره ديال المخدرات في البلاد ديالنا. اما ملي كيوصلوا الدراري للسجن، السجن راه خصو لاعاده الادماج، راه خصنا اللي ما نكونوش نكونوه، اللي عنيف نجيبوا ليه بسيكولوج يعاونوا. راه السجن ماشي عقوبه يعني وكري، راه ما يمكنش، راه ديجا حبستيه من الحريه ديالو، خاصك تخدم باش تدمجو في المجتمع احسن، ماشي تحطو حدا مالي المخدرات كيدخل واحد ديلانكون صغير كيخرج لك واحد لص يعني تعرف كل حاجه. ولهذا بالفعل قلت بانه، شكرا فيك، قلت بانه غادي يديروا هذاك بحال في امريكا، تقتل وتخلص لاموند وتخرج، وهذا الشيء هذا العالم متغطرس هذا الشيء اللي فيه. انا اللي كيهمني هو انه ذاك الشباب اللي كيدخل الحبس كاين اللي ما خصوش يدخل الحبس، اللي داروا دي بوتي ديلي راه كيديروا خدمات ذات مصلحه عامه. معليش ندير لي واحد براس اللي كيسرسر ولا شي حاجه ويقوم بالتشجير، كون درناهم التشجير كون بلادنا ولات جنة ويتعلموا وناخذوا بيديهم، هذا هو اللي كيهمني. اما هذوك اللي غادي يخلصوا ويخرجوا راه غادي يبقاو شي وحدين، وخا يخلصوا ما يخرجوهمش، بحال هذاك الدكتور التازي، سمحوا لي انا جبت التسميه ديالو، لان اليوم الصحه ديالتنا غاديه للخوصصه،
وكيجيو عندك انت لا عندك شي كلينيك مزيانه ما بغيتيش تبيعها راه يمكن يلقاو لك باش تدخل الحبس. انا كنظن كاين مجرمين كبار في البلاد ما داخلينش الحبس، وهذاك الطبيب حنا بغينا نعرفوا الحيتيات ديال السجن ديالو.